بفضل الله ونعمه أتممنا ما يتعلق بشروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات الصلاة، وأخذنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصفة العملية. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ما يتعلق بصفة الوضوء والتيمم والاغتسال، هذا في درس العصر إن شاء الله. درس المغرب نريد منكم إن شاء الله تعالى تحضروا لنا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآداب والأخلاق الإسلامية، تنظروا فيها وكل واحد يعني يحفظ شيء منها ويذكره لنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب. اتفقنا على حفظ الشروط وفروض الوضوء وكذلك نواقض الوضوء بالأمس، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى رتبوا لنا العلم، وما بقي إلا أن نسير في هذا الطريق حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. الناظر الآن في من يضبط هذه المسائل، شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء، يستطيع أن يحكم بإذن الله على وضوء أي إنسان، هل هو صحيح أم باطل. فمن يذكر لي شروط الوضوء؟ سبحان الله، وين اللي اتفقنا عليه اليوم؟ تعرف؟ بسم الله. الشرط الأول الإسلام، وذكرنا أن العبادات، وارتاح، أي عبادة تسأل عنها تذكر شروط أربع: الإسلام والعقل والتمييز والنية. أي عبادة تسأل عنها إلا ما يتعلق بالحج والزكاة، هناك بعض هذه الشروط قد تتغير، لكن الإسلام في كل عبادة. ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى، لأن أخبرنا الله أنه يقبل أي عبادة إلا بالإسلام أي الإخلاص. الإسلام والعقل والتمييز والنية، نعم، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ذكرنا هذا. بعد النية استصحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني في وسط الوضوء مثاله توضأ، غسل الوجه بعد أن تمضمض واستنشق، واليد اليمنى ثم اليسرى، ومسح رأسه مع أذنيه، بقي غسل الرجلين، نوى قطع الوضوء، قال أنا ما أكمل هذا الوضوء، ثم بعد هذا غسل رجله اليمنى ثم اليسرى، وضوءه باطل لأن انقطعت النية في وسط الوضوء. لكن اعتبر أن هذا الأخ توضأ وضوء كامل، وبعد أن انتهى وفرغ من وضوئه قال أنا هذا الوضوء أريد أن أتوضأ وضوء آخر إذا أذن لصلاة المغرب مثلا، جاءت صلاة المغرب فصلى في هذا الوضوء، وضوءه صحيح لأن النية كانت من أول عمل إلى نهاية العمل. الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب النية لن تتم الطهارة، وانقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء ما معناه؟ انقطاع موجب الوضوء معناه هل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه الريح مثلا؟ لا. يتوضأ وهو يبول؟ لا. يتوضأ وهو يأكل لحم جزور؟ لا. نقول انتظر حتى ينتهي هذا الناقض وبعد هذا توضأ، انتهي حتى ينتهي الريح، خروج الريح، حتى تفرغ من أكل لحم الجزور، حتى تفرغ من البول. طيب بعد هذا أيضا قال الاستنجاء أو الاستجمار قبله، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كان الناقض موجب للاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء استعمال الماء في الطهارة، والاستجمار استعمال الحجارة أو المناديل أو ما يقوم مقام الحجارة في الطهارة. الآن هل يصح أن يتوضأ وهو يبول؟ لا. نقول انتظر حتى انقطع هذا الموجب للوضوء. انقطع الموجب، هل تتوضأ؟ قال لا، ما يستطيع أن يتوضأ حتى يستنجى ويستجمر. هذا إذا كان الموجب للوضوء لا بد له من استنجاء واستجمار. لكن لو أكل لحم جزور هل يستنجى واستجمر؟ لا. خروج الريح؟ لا. النوم؟ لا. بول؟ نعم. غائط؟ نعم. مفهوم؟ طيب ثم بعد هذا قال طهورية الماء وإباحته، لم يجد إلا ماء نجس، فماذا يصنع؟ يتيمم. لم يجد ماء، وهذا الأخ لديه ماء، قال أعطني الماء حتى أتوضأ به، قال لا،
قال أشتري، قال لا. يضرب هذا ويأخذ منه الماء ويتوضأ؟ لا. يسرق الماء؟ لا. يتيمم. كذلك من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يعمل في طلاء الجدران أو في مخبز يعجن العجين، وعلى أحد أعضاء وضوئه طلاء أو عجين أو كذا، فماذا يصنع؟ نقول لابد إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لابد أن تزيل هذا الطلاء أو العجين. النساء يضعن، النساء يضعن، نحن نتكلم عن يعني يصح ولا يصح، هذا ما وقت الآن. يضعن على الأظافر شيء يسمى باسمه، نعم، مناكير، أي جمع منكرات، يعني ليس منكر واحد، مناكير يعني كثير، 10 مناكير تضع أو 20 بحسب الأصابع لديها. فهل يصح أن تتوضأ وعلى أظافرها مناكير يعني جمع منكر؟ لا، نقول لابد من إزالة المنكر أولا حتى يكون الوضوء صحيح، تزيل المناكير هذه ثم بعد هذا تتوضأ، لكن حكم وضع المناكير هذا ليس وقته. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ثم ذكر يعني المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدخول الوقت في من حدثه دائم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يصح أن يتوضأ حتى لو كان حدثه دائم مرة واحدة ولو دخل وقت الصلاة الثانية. طيب.